عنيزان من جديد إلى حارث النايف. حارث النايف محاولة المرور والتسديد خطيرة جدا كانت، خطيرة جدا كانت من حارث النايف. أولى فرص فريق الكرامة على مرمى علي مريمة. يستعد إذن محمد صهيوني إذن كرة إلى داخل منطقة الجزاء، لكن خروج موفق للحارس علي مريمية بالرأس. مالك علي من جديد تصل هذه الكرة إلى داخل المنطقة، التسديد وسهلة كانت على دفعتين يتصدى لها الحارس علي مريمة. يخرج هذه الكرة على ما يبدو بأنه تعرض للإصابة، نتمنى له السلامة، وكذلك نتمنى السلامة لجميع اللاعبين وأن تنتهي المباراة كما بدأت دون أي إصابات. إبراهيم طويل، كرة باتجاه خليل إبراهيم، خليل إبراهيم إلى داخل المنطقة، محمد اللولو محاولة التسديد من محمد اللولو. يا سلام عليك يا محمد اللولو، أخطر فرص هذا اللقاء من محمد اللولو. مرت بجانب القائم، كرة خطيرة كانت من محمد اللولو، لعبة مشتركة كانت ما بين خليل إبراهيم ومحمد اللولو، أسفرت عن أحد أخطر الفرص في هذا اللقاء إلى الآن. إذا الوقت الخلف يسيطر على الكرة، تامر حاج محمد الكرة العرضية لداخل المنطقة، لكن خطيرة ومبعدة هذه الكرة كانت من مدافع فريق الشرطة عمر دندشي، تخرج إلى ركلة مرمى. عرضية رائعة كانت من تامر حاج محمد، تصل باتجاه صياح نعيم، صياح نعيم، صياح المحاولة لكن مقطوعة من أحمد الشمالي. صياح نعيم يستحوذ على الكرة، التمرير باتجاه مجد الغايب، مجد الغايب التسديد لكن مرت بسلام على مرمى فريق الكرامة. مطالبة كانت من لاعبي فريق الكرامة باحتساب خطأ لهيثم اللوز إلى علي زكريا في وسط الملعب. هيثم اللوز من جديد، هيثم اللوز المحاولة التسديد من بعيد، يا سلام عليك يا هيثم، كرة خطيرة جدا كانت من هيثم اللوز، تخرج إلى ركلة ركنية، ركنية إذن لمصلحة فريق الكرامة. على التنفيذ من سيكون على ما يبدو بأنه صاحب أقرب إلى محمد صهيوني إلى داخل منطقة الجزاء بالرأس، همام أبو سمرة من جديد، إبراهيم الزين التسديد، يا سلام عليك يا علي مريمية، يا علي مريمة يتصدى لهذه الكرة الخطيرة من إبراهيم الزين. ومالك علي يقطع هذه الكرة لكن أقرب إلى تامر حاج محمد. محمود الأسود محاولة التسديد لكن التصدي من علي مريمة من جديد، يتصدى لهذه الكرة من محمود الأسود، الكرة العرضية إلى داخل المنطقة بالرأس. أحمد الشمالي إلى داخل المنطقة بالرأس، مرت بجانب القائم، كرة خطيرة أخرى. علي زكريا بالرأس تصل إلى محمد هزاع، وركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء على محمد هزاع، وبطاقة صفراء، ركلة الجزاء إذن، ركلة الجزاء. علي زكريا يستعد المحاولة التسديد والتصدي، يا سلام عليك يا علي مريمة، يا سلام عليك يا علي مريمة، يتصدى لهذه الكرة بكل براعة علي مريمة، ينقذ فريقه من فرصة تسجيل الهدف. يستعد أحمد الشمالي، أحمد الشمالي وكرة إلى داخل المنطقة بالرأس والهدف، جول أول كرماوي، جول أول كرماوي على ما يبدو هيثم اللوز، على ما يبدو هيثم اللوز، على ما يبدو هيثم اللوز إذن، والهدف الأول لمصلحة الكرامة. فك النحس، فك النحس هيثم اللوز، الهدف الأول إذن لمصلحة الكرامة. كما تشاهدون فرحة من جانب لاعبي فريق الكرامة بتسجيل الهدف الأول. وأخيرا الكرامة ينجح
بتسجيل الهدف بعد كم كبير من الفرص وركلة جزاء ضائعة. هيثم اللوز صاحب الهدف، الهدف الغالي الذي سيجلب بالتأكيد الثلاث نقاط. هما بسمرة تصل لعلي أو عماد الحموي، عماد الحموي والهدف الثاني، حسم اللقاء، حسم اللقاء، عماد الحموي يسجل، عماد الحموي يسجل الهدف الثاني. يا سلام عليك يا عماد، دخل بديلا تسبب بركلة جزاء ومن ثم سجل الهدف الثاني لمصلحة الكرامة ومعه حسم اللقاء، حسم اللقاء بهذا الهدف. إذن ينجح الكرامة بتسجيل الهدف الثاني، هدف حسم اللقاء، هدف الثلاث نقاط. احتفالات جماهير فريق الكرامة المتواجدة هنا.